نعرف إيه هو أورام الثدي أو إيه هي أورام الثدي؟ كلمة أورام عموما معناها تكاثر الخلايا بصورة غير منضبطة. يعني إيه؟ يعني خلايا الجسم الطبيعي بتاعها إن هي بتتكاثر عشان يحصل نمو للجسم. لو خدنا مثال مثلا زي الشعر بتاعنا، الخلايا بتتكاثر عشان يحصل نمو للشعر، فالشعر يبتدي يطول. لكن تكاثر الخلايا ده بيبقى تحت سيطرة من الجسم أو تحت رقابة من الجسم. لو بدأت الخلايا تتكاثر بصورة غير منضبطة وتخرج عن السيطرة، تبتدي تكون لنا الورم أو ما يسمى بالورم، فالسيدة تبتدي تحسه في صورة كتلة، فعشان كده بنسميه ورم. في العموم عندنا نوعين كبار قوي من الأورام، أورام حميدة وأورام خبيثة. ده بينطبق على أي حتة في الجسم أو الأورام عموما، وبينطبق برضو على الثدي. فعندنا في الثدي في أورام حميدة وفي أورام خبيثة. أظن الأسباب يا دكتور كرولوس حتى الآن مش مفهومة ومش معلنة لغاية دلوقتي، في حاجات أو يعني يمكن عوامل خطورة أو مسببات، لكن ما نقدرش نجزم لغاية النهاردة. أظن الطب ما وصلش لفكرة الأورام جت منين أو فكرة التكاثر اللي مش مفهوم ده حصل إزاي. دي حقيقة، يمكن لحد الوقت اللي احنا بنتكلم فيه كل المراجع الطبية وكل الكتب ما فيش فيها اتكتب سبب للورم، ودايما بنكتب حاجة اسمها عوامل خطورة، لكن سبب واضح ما فيش. فبنقول في عوامل خطورة. عوامل خطورة يمكن في سرطان الثدي حاجات كتيرة جدا، في حاجات ما نقدرش نعدل فيها، زي مثلا كونك سيدة فبيخليك أكتر عرضة للإصابة بسرطان الثدي. التعرض للهرمونات لفترة طويلة، بمعنى أنا لو تعرضت الهرمون الاستروجين لفترة طويلة في حياتي فأنا عرضة أكتر. يعني السيدات اللي بيجيلهم الدورة الشهرية في سن مبكر أو بتبتدي الدورة الشهرية تنقطع في سن متأخر بعد سن 55، دول بيبقوا عرضة أكتر للإصابة لسرطان. هل ده معناه أن فكرة أن السيدة أكتر عرضة معناها أن الرجال ممكن أصلا يكون عندهم حتى لو بنسبة صغيرة جدا أن يكونوا عرضة لسرطانات ثدي؟ ناس كتير ما تعرفش القصة دي، وأن سرطان الثدي ممكن يصيب برضو الرجال زي ما هو بيصيب السيدات، لكن النسبة نسبة صغيرة جدا، بنقول نسبة 1% 1% بس مقارنة بالإصابة في السيدات. فعشان كده نسبة انتشار سرطان الثدي بين الرجال هي نسبة ضئيلة، وعشان كده يمكن الرجال ما بيركزوش في القصة دي. لكن بالمقارنة بالسيدات هو أكتر أنواع السرطانات شيوعا بين السيدات، وعشان كده الاهتمام بقى بيه، والدولة كلها مهتمة بسرطان الثدي، وإحنا مهتمين بسرطان الثدي، وفي برامج للتوعية وفي برامج للكشف المبكر، لأن زي ما قلت هو أكتر أنواع السرطانات انتشارا. بس 1% نسبة برضو عشان تتفهم صح، احنا بنقول لو في 100 سيدة جالها سرطان هيبقى ممكن واحد منها رجل. بالظبط كده، يعني الناس اللي عرضة أو الناس اللي جالهم بالفعل سرطان ممكن يبقى بس نسبة الحدوث للرجال 1% من نسبة الحدوث الإجمالية أو العامة. بالظبط.